اليوم برضو أعلننا عن إطلاق مسابقة لأفضل حل تقني للصم وضعاف السمع. المسابقة تستهدف ثلاث مسارات رئيسية: المسار الأول الترجمة الفورية، والمسار الثاني المجال الصحي، والمسار الثالث المجال التعليمي والثقافي. أحد الأهداف الجميلة الموجودة في ملتقى تقنية في حياة الصم وضعاف السمع هو تجمعهم بشكل جدا كبير بالربط بين نفس الهيئات والجهات الحكومية الرسمية بالإضافة إلى القطاع الخاص، فلقينا مبادرات جميلة من ناحية التطبيقات، أيضا الخدمات، ومبادرات كثيرة تهدف لإثراء سواء المحتوى أو تعزيز حياة الصم على أساس أنه يكون وضعهم في مجتمعنا أفضل، يكون عندهم الخدمات اللي كلنا قاعدين نحصل عليها. المبادرة بإذن الله ستقدم لهم عدد كبير من الدورات، سواء الدورات المباشرة أو الدورات التي تقدم عبر الإنترنت لمحو الأمية الرقمية لهذه الفئة. نسعى بإذن الله في عام 2019 إلى تقديم 20 إلى 30 دورة تدريبية متخصصة لهذه الفئة بإذن الله في كافة مناطق المملكة، يقدمها عدد من المختصين في يعني لغة الإشارة التي يتحدث بها ضعاف السمع والصم.